للمزيد من التوضيح معنا عبر الهاتف الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ علي برحب بيك في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك، مساء الخير. أهلا بيك، مساء النور. يعني بنتحدث عن اليوم 9 بعد المئة لهذا العدوان على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني الصامد. كيف ترى الجهود المصرية المتواصلة لمساعدة الشعب الفلسطيني وتمرير المساعدات وإصرار مصر على الحل السياسي وهو حل الدولتين وإنفاذ القانون ووقف إطلاق النار؟ تفضل يا أستاذ علي. يعني مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في قطاع غزة تحركت في الحقيقة على عدة مسارات، كان أولها المسار الإنساني. يعني مصر من اليوم الأول أدخلت مساعدات إلى قطاع غزة حتى في ذروة يعني العمليات القصف والإبادة العشوائية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة. قامت مصر بإدخال المساعدات القطاع عبر معبر رفح البري، ويعني دعت مختلف الدول حول العالم لإرسال المساعدات الممكنة إلى القطاع عبر تجميع مطار العريش الدولي. يعني مصر أيضا تحركت على مسارات أخرى، المسار السياسي والمسار الدبلوماسي وأيضا المسار الإعلامي. المسار السياسي شمل يعني محاولة إيقاف عمليات سفك الدماء داخل الأراضي الفلسطينية عبر يعني تشجيع مختلف الدول حول العالم سواء في إقليم الشرق الأوسط أو الدول الغربية بوجه عام للجلوس سويا والحوار من أجل التوصل لتوافقات أو اتفاق شامل يقضي بإنهاء عمليات سفك الدماء في الأراضي الفلسطينية، وأيضا يعني التوصل لحل جذري وشامل وعادل للأزمة في الأراضي الفلسطينية بوجه عام. وأيضا يعني هناك دور في الحقيقة مهم جدا وحيوي لعبته مصر ولا تزال، وهو ما يخص المسار الإعلامي. يعني مصر تقوم بجهود بشأن توعية ويعني إعلام مختلف الدول والشعوب بما يجري داخل قطاع غزة. يعني وهذا في الحقيقة دور حيوي جدا، يعني وهو أيضا كشف عن أو كان له صدى داخل وسائل الإعلام الغربية والمجتمعات الغربية. يعني شفنا خلال الأسابيع الماضية هناك العديد من التظاهرات والتي لا تزال تتواصل سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي ضد ما تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة والضفة الغربية. أيضا أعتقد أن هذه التظاهرات أو الاحتجاجات الشعبية داخل الدول الغربية أعتقد أنها أيضا صدى وانعكاس في الحقيقة لما تقوم به مصر من جهود إعلامية توعوية بما يحدث داخل قطاع غزة. طيب، في ظل الأكاذيب والإدعاءات لدى الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية عندما استدعتها جنوب أفريقيا لإلقاء التهم الحقيقية عليها، كان هناك هذيان بإدعاءات كاذبة تخص وتمس الدولة المصرية. كيف رأيت هذه الإدعاءات وكيف رأيت إصرار الدولة المصرية على مساعدة الجانب الفلسطيني واستمرار المساعدات بل بالعكس الإصرار عليها بعد هذه الإدعاءات؟ يعني إسرائيل كانت تحاول ولا تزال التنصل من الجرائم التي تقوم بها داخل قطاع غزة. رأينا هذا ما يحدث أمام محكمة العدل الدولية وما قامت به جنوب أفريقيا من مقاضاة إسرائيل أمامها. يعني إسرائيل بتحاول التنصل من هذه الجرائم بأي شكل من الأشكال. يعني إحنا لو شفنا أو لو نظرنا أو رجعنا إلى الوراء سنجد أن مصر كانت في الحقيقة هي أول من أرسل المساعدات إلى قطاع غزة، وأن من حاول إيقاف هذه المساعدات محاولة يعني إيقاف إدخال هذه المساعدات كان الجانب الإسرائيلي. صحيح. يعني في الأيام الأولى كانت مصر مصرة على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وخاصة شمال القطاع أيضا، يعني ليس فقط مناطق محددة في قطاع غزة ولكن أيضا إيصال هذه المساعدات إلى الشمال في ظل القصف الإسرائيلي. ويعني إسرائيل كانت هي من تحاول أو الطرف الذي يحاول إيقاف هذه المساعدات. تعنت. صحيح. بالضبط، كان هناك تعنت أيضا سواء في يعني تفتيش هذه الحمولات، وإن كان هذا إجراء يعني معني وإجراء إيجابي ولكن كان هناك تعنت في إدخال هذه المساعدات، وكان هناك أيضا استمرار للقصف على الجانب الفلسطيني من معبر رفح المصري. فأعتقد أنه إسرائيل تحاول فقط التنصل من هذه الجرائم بإلقاء التهم على دول أخرى من بينها مصر، وفي الحقيقة يعني إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة يعني الأزمات المختلفة سواء الأزمة الإنسانية والأزمة الصحية أو الخدمية داخل قطاع غزة حتى اليوم.
بالتأكيد. يعني إصرار مصر أو دائما ما نسمع في كل المحافل الدولية وكل المؤتمرات العالمية أن مصر ترى في حل هذه القضية حل واحد وعادل وشامل، وهو حل الدولتين وبناء الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967. كيف ترى نسبة تحقيق هذا مع مرور 109 يوم على هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني؟ يعني خلينا نتفق ان بعد مرور 109 ايام من هذه الحرب الاسرائيليه الغاشمه على قطاع غزه، خلينا نتفق ان اغلب دول العالم ان لم يكن جميع دول العالم باتت متفقه على ان مساله حل الدولتين هي الحل النهائي والعادل الذي يمكنه تسويه القضيه الفلسطينيه الى الابد. يعني رأينا أيضا هناك تغير في وجهات النظر الأمريكية خلال الفترة الماضية. الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر أكثر من مرة عن أن مسألة حل الدولتين هي الحل النهائي والعادل والمضمون أيضا لحل الأزمة الفلسطينية بشكل استراتيجي وليس فقط على المدى القصير أو المدى المتوسط. صحيح. يعني هناك تحول أو إجماع في الآراء سواء في الدول الغربية أو دول إقليم الشرق الأوسط بشأن مسألة حل الدولتين، وأن هذا الحل يعني هو الذي يضمن فقط لا يضمن فقط مسألة استقرار أو حل الأزمة الفلسطينية، ولكنه سينعكس بالتأكيد على الأمن الإقليمي، لأنه يعني استمرار الأزمة الفلسطينية، ونحن قد رأينا خلال الأسابيع الماضية كيف أن الأزمة داخل قطاع غزة أثرت على الأمن الإقليمي. فأعتقد أن حل الدولتين سيقود إلى أو سينعكس على مسألة الاستقرار الإقليمي بالإيجاب. بالتأكيد يعني هذا الحل سيؤثر أيضا على المنطقة برمتها، لأن المنطقة تتأثر بشكل كبير بهذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني. الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه المعلومات.